مدينة الدار البيضاء كانت على موعد مع انطلاق عملية تسليم أول سند للملكية وصفيحة تسجيل وملصق لتتبع لفائدة الدراجات بمحرك ودرجة ثلاثية العجلات بمحرك وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، عملية تأتي في إطار تطوير السلامة الطرقية وستساهم في تقنين وتنظيم قطاع الدراجات بمحرك التي تقل أسطنتها عن 50 سنتيمتر مكعب. اليوم عندنا حوالي 900,000 ديال هاد الدراجات بهاد الأنواع الثلاثة، فإذا باش نديروا مزيد من السلامة الطرقية ونوفروا أيضا التعريف لجميع اللي عندهم المالكين والمقتنين في التجارة ديال هاد الدراجة هي أيضا تكون سليمة وأيضا نحافظوا على الملكية. إجراءات من شأنها المساهمة في عملية المراقبة فيما يخص رخصة السياقة ومعايير السلامة بمراكز الفحص التقني إلى جانب احترام البيئة وتحديد هويات السائقين. المواطنين اللي اقتنوا دراجة جديدة أو المواطنين اللي عندهم الكواد يعني الدراجات رباعية العجلة المستعملة أنهم يتقدموا لأقرب مركز فحص تقني أو مركز مراقبة تقنية اللي قريب لهم ويطلبوا ثلاث عناصر، يطلبوا سند الملكية وكذلك رقم الترتيب اللي كيكون في واحد الصفيحة وبالإضافة إلى الملصق اللي كيلصق على الدراجة. أما مالكي الدراجات المستخدمة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ فمدعوون للالتحاق بمركز المراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكنهم من أجل الحصول على سند الملكية وترقيم دراجاتهم وذلك حسب الجدول الزمنية الظاهرة على الشاشة.